السلام عليكم شباب، أنا بنشرح النهاردة مع بعض الأمثلة على الأجزاء الأخيرة اللي أخذناها من المنهج. ده يعتبر assignment 2 على الـ First Law Open System Applications. احنا أخذنا مع بعض الـ Closed System هنا تماما. دلوقتي بعض الأمثلة على الـ Open System، وزي ما اتفقنا هي مسألة مضمومة في الامتحان لأنه هو قانون واحد، فكرة واحدة اللي حضرتك مطالب بيها. مفيش أفكار كتير زي الـ Closed System، فبالتالي ما تضيعهاش منك في الامتحان. نبدأ كده. بيقول عندي نوزل، اير نوزل، يبقى انا شغال على اير. بس النوزل ده كان اديابيتك، يبقى ما فيش ترانسفير. تمام. الاير ده داخل على النوزل، مديني البريشر والتمبريتشر والفيلوستي، ومديني الكروس سكشن اريا بتاعه الانلت. بالنسبه للاكزيت مديني البريشر 100 كيلو باسكال، ومديني السرعه اللي خارج بيها الاير طبعا زياده ب 180 متر بير سكند. ايه المطلوب؟ المطلوب الاولاني determine the mass flow rate، عايز الماس فلو ريت. طبعا انت ليك الحق ان انت تقول الماس فلو ريت عند نقطة واحد هو الماس فلو ريت عند اتنين، وعلى حسب البيانات المتوفرة عندك تبدأ تحسب. يعني عند واحد اكتر البيانات اكتر شوية، فنقدر نقول ان هو عبارة عن cross section area عند واحد في velocity عند واحد، صح كده، مقسومة على specific volume. انا افضل specific volume نخليه V، والفلوستي عند واحد نرمز لها بي سي. هل كل حاجة موجودة ولا في حاجة ناقصة؟ قال والله الكروس سكشن اريا موجودة، بس موجودة بالسنتيمتر مربع، يبقى ده شغل وحدات، هتبقى 80. التمانين ده سنتيمتر مربع، عشان احوله للمتر مربع يبقى 10 والسالب 4 متر سكوير. الفلوستي موجودة كام؟ 30 متر بير سكند. 30 متر بير سكند متبقي ليا السبيسيفيك فوليوم، فانا شغال على اير اقدر ان انا احسبه بسهوله. اقول والله البي سي بي واحد في في عند واحد بيساوي الار تي عند واحد. تمبريتشر عند واحد موجوده ب 200 سيليزياس، هحولها لكلفن. الار ده بتاع الاير، طالما ما جبتلكش المولر ماس، يبقى انا عايزك على طول تيجي تستخدم الجدول اللي فيه الار اللي هو 2.87، وبالتالي البريشر موجود، اقدر احسب السبيسيفيك فوليوم عند واحد، ويبقى ده كده اول مطلوب. المطلوب التاني بيقول هات الاكزيت تمبريتشر، درجة الحرارة بتاعة الهواء وهو خارج. فعلى طول بطبق فيه القانون بتاع الفيرست لو اللي هو بيقول كيو دوت ناقص الباور ماس فلو ريت مضروبا فيه. هكتب القانون دلوقتي بالكامل ونشوف هنختصر ازاي. قلنا اتش اتنين ناقص اتش واحد، تغير في الانسالبي وتغير في السرعات، يبقى سي اتنين سكوير سي واحد سكوير مقسومة على اتنين، والتغير في الزد يبقى جي زد اتنين ناقص زد واحد. هل هو هنا في تغير في البوتنشال انرجي؟ قال لأ. في سرعات؟ يبقى السرعات هتفضل معايا، ماشي كده، بالإضافة للإنصلبي. هل في هيت ترانسفير؟ هو قال إن ده انسيوليتد نوزل، ما بيحصلش هيت ترانسفير في المكان ده. الباور، هل ده جهاز بيديني باور أو باخد منه باور؟ قالوا برضو لأ، يبقى ده كده زيرو. طالما الجانب ده بصفر يبقى أكيد الإم دوت ممكن أنا أشيلها، ونقول المقدار ده كده يساوي صفر. المقدار ده يبقى هعوض عن الدلتا اتش بي سي بي، صح كده، في دلتا تي اللي هي تي اتنين ناقص تي واحد بالكلفن. الكلام ده زائد السرعة اتنين ناقص السرعة واحد على اتنين تربيع، والكلام ده بيساوي صفر. ماشي الحل. سي بي قلنا هناخدها ازاي. هو مديك في المسألة بيقول لك استخدم سي بي بتاعت الاير كافرج سي بي، مقدارها 1.2 كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن. خلاص، يبقى دي كده اصبحت موجودة. درجات الحرارة لازم تكون، انا يهمني هنا الفرق بين الاتنين، وممكن اعوض بسليزياس او اعوض بالكلفن، مش هتفرق. تي واحد موجودة، فيبقى الناقص هنا كده في المسألة تي اتنين. السرعات، هو مديني السرعة داخل والسرعة خارج، فبالتالي اقدر اطلع التمبريتشر بمنتهى البساطة. طيب المطلوب اللي بعد منه بيقول لي هات كمان الاكزيت اريا بتاعة النوزل. انا ممكن اجيب الاكزيت اريا باستخدام المعلومة دي، طالما انت الماس فلو ريت بتاعة ال ام دوت واحد بيساوي ام دوت اتنين، اقدر اقول يبقى الكروس سكشن اريا واحد في الفلوستي عند واحد في السبيسيفيك فوليوم واحد، عبارة عن اتنين سي اتنين على سبيسيفيك فوليوم اتنين. اعتقد دي موجودة، هو مطلوب الاتنين، السرعة واحد والسرعة اتنين موجودة،
في واحد لسه حاسبينها، احسب كمان ال V2 بمنتهى البساطة، يبقى ال V2 ده بعد ما جبت التمبريتشر يبقى بي V2 بيساوي R في T2، وبالتالي يبقى ده انتهى وكده المطلوب كله. كده المسألة انتهت. فقط برضو مسألة بسيطة مفيش فيها أي فكرة يعني تخدعك في الامتحان، وسهل جدا انت تبدأ تحل. بيتكلم في المسألة اللي بعدها، المرة اللي فاتت دي كانت جاس، هنا بيتكلم على ستيم وداخل على نوزل، ومديك البريشر هو داخل، درجة حرارة هو داخل عشان تقدر تدخل الجداول، تمام كده، ومديك السرعة كمان هو داخل، ومديك البريشر خارج والسرعة خارج 300 متر بير سكند. مطلوب هات الاكزيت تمبريتشر، يعني عايزك تخش الجداول في الحالة رقم 2. انا موجود بريشر فقط، فلازم اجيب خاصية تانية. ما مش هتقدر تجيب اي خاصية غير بتطبيق الفيرست لو كيو دوت ناقص الباور، وده هيساوي الام دوت، هيبقى اتش 2 ناقص اتش 1، السي 2 سكوير ناقص سي 1 سكوير على 2. اعتقد السرعات موجودة مفيش فيها مشكلة، اتش 1 تقدر تخش بي 1 و تي 1 وتجيب اتش 1، فاصبح مفيش فيه مشكلة. الكيو دوت بصفر، والباور مفيش باور، والام دوت مش محتاجها، ماشي كده. يبقى لك على طول كده المجهود الوحيد في المسألة هو اتش 2. طالما جبت اتش 2 وانا عندي بي 2، هقدر اخش الجداول مرة تانية واطلع درجة الحرارة في الحالة التانية. المطلوب التاني بيقول هات الريشيو اوف ذا انلت اريا تو ذا اكسيت اريا، اعتقد اي 1 على اي 2 تقدر تجيبها من هنا كده، يعني اي 1 على اي 2 او اي 2 على اي 1 حسب ما طالب. اي 2 على اي 1 يبقى خد المقدار ده كده على المقدار ده، مفيش فيها مشكلة. طيب نشوف مسألة تانية، المرة دي بيقول هيليوم is to be compressed from compressor، يعني وداخل عليه هيليوم يعني جاز، وهعمل الكومبريشن ده من بريشر و تمبريتشر. يعني دايما بنرسم الكومبريسور بالشكل ده كده، وادخل الفلويد من الكروس سكشن اريا الكبير ويخرج من الكروس سكشن اريا الصغير كأنه انضغط، يعني التربينة عكس كده. فانا مديني البريشر عند واحد ومديني درجة الحرارة عند واحد، وقال ده انا هضغطه لبريشر بي 700، ده كده بي 2، ودرجة حرارة كلفن 430. يبقى بيانات، دي بيانات عند الاكسيت ودي بيانات عند الانلت. ويقول أثناء عملية الكومبريشن دي كان فيه هيت لوس مقداره 20 كيلو جول، بس هي لكل كيلو جرام، خلاص موجود كمان كيو. اهمل بهمال أو neglecting kinetic energy changes determine the power input، يا ترى الكمبريسور ده بياخد مني كهرباء قد ايه؟ خلاص بقى ده هو كده بيتكلم بشكل واضح على first law. أقدر أقول إن الكيو دوت ناقص الباور عبارة عن ام دوت ومضروبة في اتش 2 ناقص اتش 1. طبعا مفيش تغير في البوتنشال انرجي، وهو كمان قال لي اعمل السرعات عند الانلت والاكسيت، يبقى مفيش غير انصال بي فقط. ده هيليوم صح كده، يعني الدلتا اتش دي ممكن تقول ام في سي بي في دلتا تي، يعني تي 2 ناقص تي 1. طب هاخد سي بي دي هجيبها منين؟ يا ترى عن تي 2 ولا عن تي 1؟ احنا عارفين ان السي بي سمها بتختلف باختلاف درجات الحرارة، بس احنا واخدينها كونستنت. فهو ضيف المسألة مديك بيقول لك خد الهيليوم كسي بي كافريج مقدارها 5.1926 كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن. طيب الباور ده احنا محتاجينها، هو مديك كمان الهيت، بيقول ان الهيت لوس كان مقدارها 20 كيلو جول لكل كيلو جرام. خلي بالك بس من الوحدات عشان ما يبقاش المجهود بتاعك ضايع، هو بيقول لي 20 كيلو جول دي لكل كيلو جرام، فانا لازم اضرب في الماس فلو ريت اللي هي زي هو مديها لي هنا 90، ومديها لي كيلو جول او كيلو جرام بير مينت. انا ماشي، انا يعني ده اللي بيعدي داخل الكمبريسور بير مينت، يعني بير سكند هيبقى قد ايه؟ هيبقى على 60، ويبقى اصبح كده دلوقتي كيلو جرام بير سكند. فشوف كده الكيلو جرام ده مع الكيلو جرام ده، يبقى لي كيلو جول بير سكند. كيلو جول بير سكند يعني كيلو وات، فبالتالي انت هيبقى هنا كده بتتكلم في كيلو وات ناقص الباور دبليو بيساوي الام دوت كيلو جول او كيلو جرام بير سكند. لازم تبقى كده عوض بالشكل ده، السي بي كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن مضروبة في كلفن، فروق كلفن ده مع كلفن ده، كيلو جرام دي مع كيلو جرام دي، يبقى كيلو جول بير سكند يعني كيلو وات
وهنا كيلو واط، يبقى يطلع الورك هنا بالكيلو واط، مفيش فيها مشكلة. ستيم انترز، انا اديابيتك تربينة دلوقتي داخل عليها ستيم، داخل بي كونديشنز 10 ميجا باسكال و500 ديجري سيلسياس، يعني مديك البريشر والتمبريتشر هو داخل، والاوتبوت بتاعه كان 10 كيلو باسكال. شوف البريشر قل بمقدار رهيب جدا، يعني من 10 ميجا باسكال ل 10 كيلو باسكال، الانرجي اللي في الفلو قلت، والكواليتي بتاعت الستيم دلوقتي كانت 90%، يعني هو يعتبر مديني بي واحد وتي واحد، ومديني الناحية التانية بي اتنين واكس اتنين. دول كده دخلوني طالما ستيم، اقدر اخش غداء ولا اجيب اي حاجة. neglect the changes in the kinetic and potential energy term the mass flow rate، اللي يديني باور، اللي يخلي التربينة دي تطلع باور بمقدار 5 ميجا وات. ده كلام مفيش فيه مشكلة خالص، برضو يبقى القانون هو كيو ناقص الباور بتاعة التربينة هتدي ال M دوت H 2 ناقص H 1، هتخش حراك الجداول بالكونديشن ده والكونديشن ده تطلع اتشات، هو محتاج ال M دوت. يبقى شوف هنا بيقول انها adiabatic turbine، يبقى ال Q هنا كده يعتبر بزيرو، والورك هو مديهولك بخمسة ميجا واط. خلي بالك التربينة بتخرج باور، يعني الباور بتاعتها هتبقى موجبة، يبقى عادي جدا سالب 5 ميجا واط، ده يبقى ميجا مثلا هذا واط او ميجا جول بير سكند، بتساوي ام دوت، ده هو ده المطلوب في المسألة. يعني هسيبه كده هوت، يبقى انا دايما بعوض على الاتش ده بالكيلو جول لكل كيلو جرام، صح كده، طلعه من الجداول بالشكل ده، كيلو جول لكل كيلو جرام، والام دوت ده بالكيلو جرام بير سكند، فيروح كيلو جرام مع كيلو جرام، يبقى هنا كده كيلو جول بير سكند، يبقى انا لازم احول دي الى كيلو جول بير سكند عشان يطلع الام دوت ده كده بالكيلو جرام، لازم يبقى الوحدات في الطرفين متساوية. ماشي. مثال تاني بيقول a well insulated valve is used to throttle steam من 8 ميجا باسكال 500 كيلو كلفن، يعني بيقول ان عندي محبس كده فالف، الفالف ده داخل عليه الستيم مقداره ببريشر بي واحد 8 ميجا باسكال، وتي واحد كان مقدارها 500 ديجري سيلسياس، وبيخرج عند 600 او 6 ميجا باسكال، هنا كده مديك البي 2، ويقول لي يا ريت تجيب لي درجة الحرارة 2. طبعا كلام بسيط جدا، في الثروتلينج هنكتب القانون ده الاساسي، مفيش كيو مفيش وورك، فبالاخر خالص بتطلع ان اتش 2 بتساوي اتش 1، من هنا كده اقدر اطلع اتش 1 وتبقى اتش 2 بتساويها، ويبقى معايا بي 2 واتش 2 اخش بيهم الجداول مرة تانية واطلع درجة الحرارة في الحالة 2. تمام، حتى الان المسائل مفيش فيها اي مشكلة. المسألة دي بتتكلم في ميكسينج، بيقولي عندي فلويد او ده كده بيسموه فيد ووتر هيتر، يعني انا سيستم بستخدمه عشان اعمل هيتينج للووتر، بتعمل فيدينج في سيستم معين في مكان معين، فبيقول ان هو السيستم ده شغال عند كونستنت بريشر مقداره 1000، يعني البريشر هنا كده مقداره 1000، وهنا بريشر 1000، وهنا بريشر 1000، يعني مديك البي واحد، البي عند واحد بتساوي بي عند اتنين بتساوي بي عن ثلاثة بيساوي 1000 كيلو باسكال. طيب بيقول لي فيه ايه بقى الوصف الديسكريبشن، بيقول لي عندي فيد ووتر عند 50 ديجري سيلسيوس و1000 كيلو باسكال، اللي هي هنا دي سين ده كده واحد، از تو بي هيتد، عايز يسخنها باستخدام سوبر هيتد ستيم، يعني داخل عليها سوبر هيتد ستيم درجة الحرارة 200 والبريشر مقداره 1000، in an ideal feed water heater the mixture leaves the heater as saturated liquid، وخارج هنا كده بيخرج saturated liquid والpressure اللي هو 1 ميجا باسكال أو 1000 كيلو باسكال. المطلوب will determine the ratio of the mass flow rate بتاع ال feed water و superheated vapor، يعني لو قلنا ده m dot 1 و m dot 2 هو عايز النسبة بين الاتنين دول بحيث يطلع عليا هنا كده بعد ما يخلط يطلع الناتج سوبر ساتوريتد ليكويد. اعتقد اتكلمنا بمنتهى البساطة المرة اللي فاتت، قلنا القانون الجنرال في حالة الميكسينج، هنتكلم كده نقول كيو دوت زائد
او ناقص الباور، برغم ان انا مفيش باور بس هنشيلها بعد كده. والكتلة اللي داخلها بتزود طاقة السيستم، يبقى ام دوت واحد في الطاقة بتاعتها اللي هو اتش عند واحد، وفي ام دوت اتنين في الطاقة بتاعتها اتش عند اتنين، هيساوي او سالب اسف ام دوت الخارجة، ولتكن هنا كده تلاتة، دي تلاتة في الطاقة بتاعتها اللي هي اتش عند تلاتة. مفيش باور، وبيقولك ايديال هيت ميكشر، يعني دايما بيبقى فيه انسيوليشن، ملحقش يحصل لنا كده فقد. فهقدر اقول بقى ايه، ده ام دوت واحد في اتش واحد زائد ام دوت اتنين في اتش اتنين، وممكن نقول دي تساوي، نوديها الناحية التانية او نسيبها مش فارقة دلوقتي اهي، خليها ناقص ام دوت تلاتة. دي طبعا الكلام ده يساوي زيرو، هنا مفيش تغير في الطاقة بتاعة الكنترول فوليوم، فيبقى هنا كده ناقص ام تلاتة. دي ما هي الا ام واحد زائد ام اتنين مضروبة في اتش تلاتة. هو عايز النسبة ما بين ام واحد وام اتنين، خلاص يبقى انا هلم بقى كده ام دوت واحد دي كده في جنب، ويبقى معاها اتش واحد هنا، وهيجي لي من ام دوت واحد ناقص اتش تلاتة، خلينا نقول زائد ام دوت اتنين معاها اتش اتنين ناقص هنا كده برضو هيبقى ناقص اتش تلاتة، والكلام ده بيساوي زيرو. يعني ممكن اقول ام دوت واحد في اتش واحد ناقص اتش تلاتة هتساوي ام دوت اتنين اتش تلاتة ناقص اتش اتنين. وعايز بعد كده ام دوت واحد على ام دوت اتنين، مفيش فيها اي مشكلة، النسبة بين واحد على اتنين هتساوي النسبة بين الاتشات دي على الاتشات دي. طيب هتجيب حراك بقى اتش واحد واتش اتنين من خلال الكونديشنز اللي موجودة عندك. عندك هنا كده بريشر وتمبريتشر في السب كولد ريجون، وبريشر وتمبريتشر في السوبر هيت، وبريشر وساتوريتد ليكويد، يعني لو عايز حاجة تبقى تخواص الخط ساتوريشن لاين. المسألة بعدها هيت اكستشينجر، بيقول فاكر انت الهيت الستيم باور بلانت، قلنا بناخد المية ونضغطها في بامب، وبعد كده بيوديها على البويلر، وبعد البويلر بتروح على التربينة، التربينة تطلع باور، فبيخرج اللي خارج بقى من التربينة ده عاوز اسحب منه طاقة عشان ابرده عشان ابدأ ارجعه تاني البامب، فبيبقى فيه الجزء ده كده اسمه كوندنسر. كوندنسر ده ما هو الا هيت اكستشينجر. انا هبرد ازاي؟ بجيب مياه من البحر وبحطها في قلب تيوب هنا كده، وتخرج تاني تترمي في البحر، يعني حفاظا على ارواح الكائنات الحيه اللي موجوده في البحر. فما ينفعش ان درجه حراره اللي انا برميها دي، لو خدت هنا مثلا درجه حراره 20، ما ينفعش ازودها هنا كده تبقى 100، صح كده؟ فانا بحافظ على الفرق بين درجات الحراره ما بين الاتنين ده، على حسب المساله هنا تقريبا 10 درجات، يعني بيقول لك المفروض ما تزيدش درجه حراره 10. طيب اخد ميه قد ايه بقى من البحر عشان ابدا ابرد السيستم بتاعي وفي نفس الوقت احافظ على الفرق اللي هو 10 درجات؟ نرى المساله. يبقى السين بيدخل على الكوندنسر بتاع الستيم باور بلانت عند 20 كيلو باسكال، وكواليتي مقدارها 95، ده هو وهو داخل هنا كده كان مديك البريشر، ده كده الكوندنسر اهو كان مديك بريشر ويكس، وذا ماس فلو ريت مقدارها 20,000 كيلو جرام بير اور، ومديك كمان ام دوت is to be cooled by water from a nearby river by circulating water through the tubes within a condenser. يعني هنا كده ده تيوب وهيدخل هنا كده المية من البحر. To prevent the thermal pollution for river, the river is not allowed to experience a temperature rise by 10 degree. يعني آخرك الدلتا تي ما بين الطرف ده والطرف ده هتكون 10 degrees C. If steam is to leave the condenser as saturated liquid، يعني هنا كده عند نفس البريشر اللي هو بي واحد بيساوي بي اتنين، لأن أنا بقللش البريشر ما بعملش فيه حاجة، انا بس هخرجه ساتوريتد ليكويد، يعني هكثفه بحيث يطلع ساتوريتد ليكويد، يبقى اكس لو كانت داخله ب 9 من 10، 95 من 100، فاكس هنا طالعه بكام؟ بزيرو، مفيش بخار. ماشي، عايز ايه؟ بيقول لي ساتوريتد ليكويد عند 20 كيلو باسكال، 20 كيلو باسكال اللي هو نفس البريشر، تمام. determine the mass flow rate of the cooling water، يا ترى ادخل ماس فلو ريت بمقدار قد ايه؟
واتكلمنا برضو في المسألة دي. يعني طالما مفيش هيت، يعني شوف انت هتاخد الهيت السيستم بتاعك ايه. لو انت عايز تحدد قيمة الهيت ترانسفير من الفلو ده للفلو التاني، فبنعمل الكنترول فوليوم بتاعنا على تيوب منهم، على واحد منهم. لو انت عايز تعمل بقى الكنترول فوليوم بتاعك على الكل هنا كده، يبقى هنا ده مثلا سيدة كده مدخل واحد مخرج اتنين، مدخل واحد او مدخل تلاتة ومخرج اربعة، ويبقى الكتلة عند واحد في طاقتها اللي هي تبقى اتش واحد زائد كتلة، او كتلة عند واحد تعتبر داخلة، كتلة عند اتنين تعتبر هي نفس الكتلة بس خارجة، يبقى في الطاقة بتاعتها اللي هي اتش اتنين، صح كده؟ الاتنين دول دي كده كانت بتزود طاقة السيستم، الا لما دي هتقلل طاقة السيستم، زائد اللي حصل بقى بالنسبة للستريم التاني، ان هو عبارة عن ام دوت مثلا سي داخل عند تلاتة في الطاقة بتاعتها اتش تلاتة ناقص ام دوت اربعة في اتش اربعة. قلنا يا جماعة ممكن ناخد ام دوت واحد واتنين ده مشترك لانهم فعليا متساويين، وسميها ام دوت مثلا بتاعة الستريم. يبقى ان اتش اتنين ناقص اتش واحد الكلام ده زائد، وهنا هيبقى ام دوت بتاعة السي ووتر مضروبة في اتش مثلا عند تلاتة ناقص اتش اربعة، والكلام ده بيساوي زيرو. هو بيقول لي ان الدلتا تي اللي هتحصل هنا، خلي بالك يعني حركة تخش جداول وتجيب لي اتنين دول مفيش فيها مشكلة، وام دوت الستيم ده كده موجود. هو عايز هنا دي ام دوت دي تبقى كام، فبالتالي لازم اعرف قيمة الدلتا اتش دي. مية مية الهيت كونتنت بتاع المية العادية كأنها مية وانت سخنتها شوية. طالما التسخين ده ما بيزيدش عن حد معين، يعني انت بتتكلم في 10 درجات فرق، المية اللي خارجة او داخلة من البحر دي مش هتتبخر ولا هيحصل لها حاجة، فيعتبر لسه انت في منطقة السب كولد ريجون، بتتكلم على ووتر، على ليكويد ووتر. فطالما ليكويد ووتر ممكن اشيل الدلتا اتش ده واحطها بي ام سي للووتر في دلتا تي. يبقى ام دوت دي المطلوب في المسألة، سي هتبقى سي للمية 4.18، والدلتا تي هو مديها لك اللي هو 10 درجات سيليزي، وبالتالي المجهود الوحيد هو ام دوت تقدر حضرتك تجيبه مفيش مشكلة. برضو بنضيف كده 4 مسائل تانيين هنا كده في الجزئية التانية بتاعة ال refrigeration أو الستيتمنت بتاعة ال first law، آسف الستيتمنت of the second law، تمام كده؟ refrigeration وال heat pump وال heat engine. وانا دي مسألة مضمونة في الامتحان، وهي هيجي لك مسألة صغيرة في الامتحان، يعني لازم تبقى حضرتك ضامنها. فبيقول مثلا على سبيل المثال steam power plant receive the heat from a furnace at a rate of 2000 او 280 جيجا جول بير اور. احنا قلنا ممكن ترسم كروك كده سريع، يعني ادى الهيت انجن اللي هو بيتكلم عليه اهوت، او الستيم باور بلانت، وبيستهلك او جاي له طاقة كيو اتش من وسط درجة حرارته مرتفعة بيحولهم لي وورك، والباقي بيفقد منه لي وسط درجة حرارته منخفضة، ماشي. بيقول لي ده الكيو اتش بكام؟ ب 280 جيجا جول بير اور. Heat losses to the surrounding air from the steam as it passes through the pipes and the other components are estimated to be 8 gigajoule. وبعد كده قال ده الويست هيت ترانسفير تو ذا كولينج ووتر مقدارها 145. انت متخيل القصه؟ انا بيبقى هنا كده ده البويلر، وفي تيوب هياخد هيت هنا كده، وبعد كده في تيوب ماشي ويروح للتربينه، وبعد كده في تيوب تاني، وبعد كده يروح لمين؟ للكوندنسر. بيقول الهيت اللي اترمت هنا كده كان مقدارها 145، والهيت اللي فوق ده اللي هي لوست في السيستم في التيوب كان مقدارها 8 جيجا جول. خلاص ماشي. عايز ايه بقى؟ عايز الباور اللي ممكن اطلع بيها هنا. ما طبيعي يعني الباور ده، الباور ما هو الا الكيو اتش ناقص الكيو ال، صح كده؟ كمية الطاقة اللي انت حضرتك اديتها للسيستم وكمية الطاقة اللي فقدت من السيستم. هنا الفقد حاجتين، فقد اترمى في البحر وفي فقد تاني في قلب التيوبس، فيبقى ده كده عبارة عن مجموع الاتنين. انا يهمني انا اديت 280 فقد منهم قد ايه، لان الباقي هيتحول لورك، بس هي مش معادلة صعبة ولا حاجة. يبقى ال 280 ده الكيو الهاي، لما الكيو اللور اصبحت
8 زائد 145. طيب هات لي الثيرمال افشنسي بتاعت الباور بلانت ده. ثيرمال افشنسي، ما احنا قلنا القانون بمنتهى البساطة، الثيرمال افشنسي ده انت اديت ايه وخدت ايه، فانا الانبوت بتاعي كان عبارة عن الكيو هاي، واللي انا استفدته كان عبارة عن الورك نت، دي موجودة وده موجود، تقدر تحسب الافشنسي. يعني لو زودنا على المسألة دي حاجة بنزود كارنوت افشنسي، بس هديك التمبريتشر ده عشان تقدر تقول ان كارنوت افشنسي بتساوي كذا، وبالتالي اكيد الكارنوت افشنسي بتبقى اكبر من الافشنسي الاكشوال بتاعة الستيم باور بلانت ده. طيب هاوسهولد ريفريجريتور، يعني تلاجة موجودة في بيت حضرتك بتستهلك باور 500 واط، والسي او بي بتاعها اللي هو الكوفيشنت اوف بيرفورمانس 2.5، از تو ريموف هيتنج لود مقداره 100 كيلو جول فروم ذا فود انسايد ذا ريفريجريتور. يعني انا هسحب حراره منين؟ وانا هسحب حراره او انرجي من الفود اللي موجود في الثلاجه عشان يبرد، صح كده؟ انت مدخله عند روم تمبريتشر عشان يرجع يبرد، يوصل مثلا لدرجه 4 سليزيوس، يتجمد او يكون فوق كده بشويه، يكون بارد يعني. هسحب منه طاقة، الطاقة دي هو مديها لي مقدارها 100 كيلو جول. Determine how long will it take to for the refrigerator to cool the food. برضو يا جماعة احنا قلنا refrigerator دي عشان تفهم كده، ادي refrigerator بتاخد باور، صح كده، ومقابل انها تسحب طاقة من قلبها من وسط درجة حرارته منخفضة وترميها في بره التلاجة في وسط درجة حرارته مرتفعة كده كيلو اتش. هو مديك الباور اللي هي بتسحبها مقدارها 500، وبعد كده قال لي معلومة السي او بي. هو السي او بي يعني ايه؟ قال والله السي او بي او كوفيشنت اوف بيرفورمانس زي الافيشنسي كده، انت اديتها ايه؟ انا مديها باور، يبقى مديها ورك نت. خدت منها ايه؟ بستفيد منها ايه؟ بستفيد منها بالكيو، صح، اللي انا بسحبها هنا كده. فاصبح انا ممكن دلوقتي اجيب السي او بي هو مديهولي ب2.5، خلاص ماشي، والكيو او الورك نت بيقول لي 500 جول بير سكند او وات، صح كده، جول بير سكند، وانا متعمد احطها هنا كده دلوقتي جول بير سكند. يعني الكيو ال اللي انت هتطلعها دي عشان ده يطلع رقم كده لازم تبقى هي كمان بالجول بير سكند او بالوات. طيب ده بيقول لك هي بتبرد بمعدل كام، يعني بتسحب هنا كده كيو دوت ال بمعدل كام جول بير سكند؟ 2.5 في 500، ده الكيو ال او الكيو دوت ال، صح كده. طيب ده بيقول لك الاكل ده عشان يبرد المفروض تسحب منه فقط 100 كيلو جول. يعني انا ببرد التلاجة دي بتبرد بمعدل 2.5 في 500 جول بير سكند، والاكل اللي جواها لو سحبت منه 100 كيلو جول يبرد. طب تفتكر ده ياخد وقت قد ايه عشان يتم؟ عايز التايم دلوقتي. الحمر يعني انا عندي 100 كيلو جول، يعني اضرب كمان في 10 اس 3 عشان يبقى جول، هسحبهم بمعدل 2.5 في 500 جول بير سكند، صح كده؟ يبقى بير سكند هيروح جول ده مع جول ده، والسكند دي تطلع فوق فيطلع لك 100 في 10 اس 3 على 2.5 في 500 والتمييز سكند. يبقى ده التايم ريكوايرد فور ذا ريفرجريتور عشان تبرد الاكل اللي موجود جواه، امر بسيط. هو احنا هنا بس ما اخدناش في حساباتنا ال يعني التلاجة دي ممكن زي ما حصل في المسألة اللي قبل دي، يعني مش دايما الهيت لوس بيبقى فقط في مية البحر في الستيم باور بلانت، ممكن يكون فيه هيت لوس في السايكل ككل، صح، في التيوبس. هنا برضو نفس الكلام، ممكن والتلاجة دي بتبرد يحصل كمان هيت ترانسفير كده للداخل بأي شكل من الأشكال، فأنا مخدتوش في حساباتي. يعني أكيد التايم اللي أنا حسبته دوت هيبقى سنة 10 ثواني مثلا، لا ده هي المفروض تاخد وقت أكتر نتيجة إن هيبقى فيه هيت ترانسفير من الخارج. تمام. Consider a building whose annual air conditioning load is estimated to be 1200
او 120,000 كيلو وات اور. عايز بس اقول لحضرتك كده، في البيت عندك لما بتحاسب على الكهرباء بتحاسب على الباور ولا بتحاسب على الانرجي اللي انت بتستهلكها؟ الباور ده يعني المعدل اللي انت بتستهلك بيه الطاقة، صح؟ مثلا كده يعني ايه سي مثلا بالكيلو جول بير سكند او الكيلو وات، ده باور. انما الانرجي اللي انت بتستهلكها، الانرجي لو قسمتها على التايم كان بيدي الباور. فانا لو عايز اقول الانرجي هتساوي ايه، هتبقى عبارة عن باور في تايم. الباور بوحدتها بالكيلو وات، والتايم ده سي ممكن ناخده بالاور، يبقى كيلو وات اور ده انرجي. وده منطقي يعني، راجل هيحاسبك العداد استهلك قد ايه، كام كيلو وات اور، وما يفرقش معاه انت استهلكت المدة دي في يوم ولا يومين. زي بتاع النت كده لما بيحاسبك، الشركات المحمول بيحاسبك على 120 جيجا كاباسيتي، ما يفرقش معاه انت استهلكتهم في يوم واحد ولا في يومين، ولا حد سرق منك النت، ملوش دعوة. فهمتني؟ يعني احنا بنتحاسب ككهرباء على الانرجي، صح كده؟ طيب هو بيقول لك احنا الكونسيدر عندنا بيلدينج، والبيلدينج دوت عشان نكيفه يبقى مكيف، يعني لازم نسحب منه طاقة مقدارها 120 كيلو وات اب تقريبا. ده في السنة يعني، ده الانيوال لود بيسموه اللود، تمام كده. المنطقة دي كانت تكلفة الالكتريستي 10 او 1 من 10 دولار مثلا لكل كيلو وات اور. كل كيلو وات اور يعني بحاسبك على الانرجي دلوقتي. طيب رحت السوق عشان تشتري اير كونديشنر، لقيت فيه 2، لقيت واحد مكتوب عليه السي او بي بتاعته 3.2 بس لقيت سعره 5500، ولقيت واحد تاني الكفاءة بتاعته اعلى شوية سي او بي 5 بس سعره كام؟ قال سعره 7000. افتكر اشتري انهي فيهم؟ طبعا هو اشتري انهي فيهم، يبقى التكلفة، نحسب التكلفة الكلية. اي تكلفة كلية بتبقى جزئين، جزء كابيتال كوست وجزء اوبريتنج كوست. لو انا جبت جهاز غالي الكفاءة بتاعته عالية، معنى السي او بي بتاعه عالي، انا مش بستهلك كهرباء كتير، بس هيبقى تمنه في الاول كبير عليا، صح كده. ولو اشتريت جهاز تعبان كده اي كلام، هيبقى تمنه في الاول قليل، بس كفاءته هتبقى قليله، فالاوبريتنج كوست بتاعته طول السنه هتبقى غالي. فنحسبها يعني، اي كوست هتبقى كابيتال زائد اوبريتنج. انا احل المساله دي مرتين، المره الاولانيه للجهاز الاولاني يبقى انسترومنت واحد اللي هو مثلا السي او بي بتاعته 3.2، عندك الكابيتال كوست، صح كده. عايزين نجيب دي اوبريتنج، فالاوبريتنج كوست ده معناها ان هيكلف كهرباء، هيسحب كهرباء قد ايه، وسعر الكيلو وات اور بكام. فانا عايز احسب هو هيستهلك كهرباء قد ايه، وهو مديني سي او بي. فانت طالما معاك السي او بي، عارف انا ان انا ده جهاز اير كونديشننج يعني زي التلاجة بالظبط، يبقى بديله بورك، صح كده، وبستفيد منه ان هو بيسحب طاقة مقدارها كيو دوت ال. فحضرتك تقدر تحسب دي دلوقتي، سي او بي 3.2 بيساوي الكيو دوت ال اللي هو مقدار الطاقة اللي هسحبها من المكان اللي هو مديها لي 120,000 دي، ومديني كيلو وات اور لان ده كده انرجي، وبالتالي الكهرباء اللي هيستهلكها دلوقتي اقدر ان انا احسبها هتبقى بالكيلو وات اور برضه. طلعت سي 100 كيلو وات اور، وسعر الكيلو وات الاور الواحد موجود اهو، فهضرب الاتنين في بعض يقوم يديني الاوبريتنج. يعني حل المسألة في سطر ونص، الكوست بتاعة الجهاز الاولاني هتساوي كابيتال كوست اللي هو كانت مثلا كام، 5500، زائد الاوبريتنج كوست، انا عايز التكلفه دي، يبقى ده يساوي الكيو دوت ال على الكيو دوت ال على السي او بي مضروبه في البرايس لكل كيلو وات اور. ده اللي هو 120,000، ده اللي هو 3.2، والبرايس ده اللي هو 1 من 10 كيلو جول لكل، او دولار مثلا لكل كيلو وات اور.
فبالتالي انا كده قدرت اجيب التكلفة الاولانية بتاعة الجهاز الاولاني واجيب التكلفة بتاع الجهاز التاني، وعليها اقدر ان انا اقرر انا هستخدم انهي واحد فيهم. لذلك هنا الناس تبدأ بقى كبتوع اقتصاد يقول لك انا ممكن عادي جدا اشتري الجهاز اللي كفاءته قليلة طالما انا مش هستخدمه كتير، ايه المشكلة يعني؟ انا مش محتاج اجيب جهاز غالي وخلاص واركنه عندي في البيت ما بيعملش حاجة. انا ممكن حسب الاقتصاديات المتوفرة ليك وشغل فلوسك كويس وشغل عقلك قبل ما تشغل فلوسك. مثال تاني بيقول كارنوت ريفريجريتور، بقى تلاجة على شكل كارنوت سايكل او شغالة بالايديال برينسيبلز، مفيش فيها irreversibilities، مالها شغالة في أوضة، الأوضة دي which the temperature كانت 25 درجة، وعليه ريفريجريتور، فأبدأ أرسم الرسمة بتاعة الريفريجريتور. هذا كده ريفريجريتور بتاخد كهرباء عشان تسحب، في مقابل إنها تسحب كيو دوت إل من مكان درجة حرارته منخفضة وترمي بره التلاجة هنا كده كيو دوت إتش في مكان درجة حرارته عالية. بيقولك إنها شغالة في أوضة درجة الحرارة فيها، يبقى درجة الحرارة في الأوضة دي كده 25 درجة، لذلك أنا بكلمك على كابيتال يبقى لازم تجمع عليها 2 7 3. ده ريفريجريتور كونسيومز 500 واط، كانت بتستهلك هنا كده 500 واط، يبقى ده البورك وين اوبريتنج ان هاز سي او بي 4.5، ومديك السي او بي بتاعتها 4.5. طالما ده موجود والسي او بي بنقدر اطلع دي كيو دوت ال. بعدها بيقول ديترمن ذا ريت اوف هيت ريموفال فروم ذا ريفريجريتد سبيس، يعني عايز الكيو دوت ال. خلاص، ما هو السي او بي عبارة عن الكيو دوت ال اللي انا بستفيده على الورك اللي انا مديه، ده موجود وده موجود، يبقى انا قدرت اجيب دي كمان. المطلوب التاني بيقول هات التمبريتشر بتاعت الريفريجريتد سبيس، يعني عايز درجة الحرارة بتاعت المكان ده. ما خلاص بقى، ما انا عارف ان السي او بي ده عبارة عن كيو دوت ال على الورك نت، صح؟ بيجي بطريقة تانية، ما هو نمشي معاه كده نقول ان هو عبارة عن كيو دوت ال والورك نت ده الفرق بين الكيو الهاي ناقص الكيو اللور، ونشيل كل كيو ونحط تمبريتشر كلفن، يبقى هنا كده درجة حرارة اللور على درجة الحرارة الهاير ناقص درجة الحرارة اللور هيساوي السي او بي. السي او بي جيفن في المسألة، تي الهاي جيفن، ففاضل لحضرتك بس التي اللور تقدر ان انت تجيب. مثال بسيط، المثال اللي بعده the drinking water needs of a production facility، تقريبا ده زي كولدير كده موجود في المكان. drinking water needs of a production facility موجود فيها 20 موظف is met by popular type water fountain، يعني هنقول ان هو كولدير. the refrigerated water fountain is to cool water from 22 degree C، يعني فاكر انت الكولدير اللي موجود في في الكلية عندنا تلاقي دايما داخل له مية هنا كده من الحنفية مثلا داخلة عند 22 degree C، هو بيبردها عشان الناس تبدأ تشرب، فهو بيبردها توصل لتمن درجات سيليزي. and supply cold water at a rate of 4 من 10 liter per hour per person، يعني الام دوت اللي بتخرج دي او مقدرة الجهاز ده كان بيطلع 4 من 10 لتر بير اور بير بيرسون، يعني دي تاخدها تضربها في 20 بني ادم، صح كده، يديك الكاباسيتي المطلوبة تكفي 20 فرد، يعني يعتبر ام دوت. ماشي. heat is transferred to the reservoir from للجسم ده الكولدير ده from the surrounding، فهم كانوا حاطين المكان ده كده في الشمس فكان بينتقل لي حرارة هنا كده داخلة لي من الخارج بمعدل 45 جول بير سكند أو 45 واط. if the COP of the refrigeration system COP بتاعت التلاجة دي كانت 2.9 determine the power of the compressor، يا ترى هيستهلك كهرباء قد ايه عشان يأدي الغرض. هل ده كلام كويس قوي؟ انت عايز الكهرباء، يبقى من خلال السي او بي اللي هي جيفن في المساله اقدر اطلع لك هو خد ورك نت قد ايه، وده الكيو دوت ال. انا عايز ده، لازم دي جيفن ولازم احسب دي. يعني ايه كيو دوت ال؟ يعني مقدار الطاقه اللي هبدا اسحبها من الميه
عشان تبرد، صح كده؟ يعني هبرد مقدار قد ايه؟ قال ده المايه داخله عن 22 وبتخرج عن 8 درجات، يعني مديك دلتا تي، وقال لك دي ميه، اسحب منها طاقه قد ايه بقى عشان تبرد؟ فانا من هنا كده اقدر اطلع مين؟ اقول له كيو دوت ال دي اللي انا عايز اسحبها المفروض انها ام دوت اللي بتعدي في قلب المايه دي في سيد الووتر في دلتا تي. دلتا تي اهي كان 22 بقى 8 درجات، يبقى ده موجود. سيد الووتر اللي هي 4.18 كيلو جول بكيلو جرام، ماشي كده. ام دوت، ام دوت بتاعت المايه اللي هو مديها لي اوريدي، قال دي 4 من 10، بس اضربها انت بقى في 20 واحد، لان ده انا استهلاك ال20 واحد، تمام كده. وهتبقى اليونت بتاعتها ليتر بير اور، خلي بالك من اليونتس. يعني 4 من 10 في 20 كده، انا بتكلم في ليتر بير اور. طبعا الليتر احوله للمتر المكعب، والاور احولها لسكند افضل حاجة، ماشي كده الحال. اضربها في السي اللي هي 4.18 كيلو جول بير سكند، او كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن. بعدها هضربها في الدلتا تي اللي هي هتبقى سايب الدلتا تي بالكلفن او بالسيليزيوس، يروح الكلفن ده مع ده، صح كده. الكيلو جول دي لازم تلاقي هنا كده كيلو جول يروح مع، اسف، كيلو جرام، لازم تلاقي كيلو جرام، يبقى حول اللتر ده كده الى كيلو جرام. أربعة من عشرة في 20 ده لتر بير اور. لتر بير اور يبقى ده كده فوليوم فلو ريت، يبقى المفروض احول لماس فلو ريت بقى، يبقى لازم اضرب في الكثافة بتاعة المية. فحضرتك ممكن كنت تقول الليتر ده تحوله لمتر مكعب، وبعد كده تقول كثافة المية عبارة عن كام كيلو جرام لكل متر مكعب، 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب. ولكن في حل تاني لحد ما أسرع، يعني انت ممكن تقول 4 من 10 في 20 ده كده ليتر بير اور، صح كده. الكثافة بتاعة المية عبارة عن كيلو جرام بير ليتر، يعني وعرة 1 كيلو جرام لكل لتر. هات لتر مية كده وروح وزنه، هتلاقيه بالظبط كيلو جرام، فيروح ده مع ده، يبقى لك كيلو جرام بير اور مضروبا في 4.18 كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن. يبقى انا كمان ده كده الكيلو جرام ده راح مع الكيلو جرام، ولما اضربها في الدلتا تي يروح الكلفن مع الكلفن، يطلع من ده كده كله كيلو جول بير اور، يبقى ده طالع بالكيلو جول بير اور. طب هل خلاص بقى كده احنا انتهينا؟ ده انا عايز ال سي او بي بتساوي الكيو دوت ال، صح كده، مقسومة على الورك ريت. قال لي ايه في المسألة تاني؟ قال لي ده هو شغال الكولدير ده، للأسف بيبقى فيه زيادة في هيت كمان ترانسفير، لان هو محطوط في الشمس، فبالتالي في هيت ترانسفير، يعني في طاقة اضافية على الحمل اللي هو المفروض اسحبه اصلا. ده انا المفروض ان انا ابرد المية فقط باعتبار ان هو انسيوليتد، يعني معزول. لما لا، ده فيه هيت ترانسفير كمان من الخارج، فيبقى حضرتك هتاخد الكيو دوت ال دي، هتقول انها عبارة عن حاجتين، الجزء الاولاني اللي جه من هنا زائد الجزء التاني اللي هو الجاي نتيجة الهيت ترانسفير الاكسترنال، مثلا نسميها اكسترنال. الاتنين موجودين، ده 45 واط، او ده هتحسبه كيلو جول بير اور، او تحسب انت طبعا دي تخلي وحدة واحدة، وبالتالي السي او بي موجود، فتقدر تطلع الباور اللي بيستهلكها السيستم ده. كده اعتقد ان احنا انتهينا، وبكده انا مش قلت زي ما قلت لحضراتكم، انا مش هدي مسائل جديدة على الجزء الخاص بالانتروبي، ولكن انت اوريدي اخدت المسألة، انت اوريدي اخدت 16 مسألة اللي كانوا موجودين في الكلوز سيستم. انا هاخد واحدة وهزود عليها مطلوب واحد، احسب الانتروبي، احسب التشينج في الانتروبي. فبالتالي لو هي مسألة جاز، شوف بقى البروسيس كان كونستان فوليوم ولا كونستان بريشر ولا بولوتروبيك، ويبدأ احسب بالقانون بتاعها، ماشي كده الحال. ماشي يا شباب، اشوفكم على خير ان شاء الله.